نعود إذن إلى بصائر القرآن العظيم، وذلك قول الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، إلى آخر الآيات. تحدثنا عن حق الخالقية، ونستمر في ذلك اليوم بحول الله زيادة وبسطا وتوضيحا. وأقول لو أننا استغرقنا العمر كله في تدبر هذا المعنى لفني العمر قبل الإحاطة به، لو كان الإنسان يعيش عمره كامل ويفكر ويتأمل هذا المعنى ديال الحق الخالقية، حق رب العالمين على العباد باعتباره هو عز وجل خلقنا، يتسالى عمرك وما تكملش المعنى. علاش؟ لأمرين سبقا أن أشرت إليه في غير هذا المكان، وهو أن حق الخالقية مرتبط باسم الله الخالق، واسم الله الخالق الذي هو اسم من أسمائه الحسنى ومن أعظم صفاته عز وجل ومن أغرب أسراره، سر رباني غريب لا يستطيع أحد أن يحيط بكنه ولا أن يحيط بمعناه على التمام والكمال، وإنما الذي لنا أن نتذوق من ذلك ما نعجز به عن إدراك معناه، ونتذوق من ذلك ما نعجز به عن شكر مولاه، ونتذوق من ذلك ما نعجز به عن أداء حقه، فيكون ذلك حق الخضوع وحق العجز وحق العبودية لله الواحد القهار ذلة وتواضعا وعبادة. هذا لب ديال التوحيد، وتوحيد الخالقية هو باب من أبواب توحيد الربوبية، بل من أهم أبواب توحيد الربوبية، بل هو مفتاح توحيد الربوبية. اللي ما عرفش توحيد الخالقية وما يستتبعه من معان وما يلقيه على القلب من مواجيد فإنه لم يدرك توحيد الربوبية ولا ذاقه ولا شمه بأنفه. الرب رب العالمين خالق الكون إنما استحق عز وجل أن يكون ربا مالكا لكل شيء من حيث خلق كل شيء، من حيث هو عز وجل خلق كل شيء، والخلق سر كما قلت، ومعنى لطيف من أعجب المعاني ومن أغربها. شكون اللي يقدر يفهم ويشرح لنا الخلق ما هو؟ لا أحد، لا أحد من السابقين ولا من اللاحقين ولا من الأنبياء ولا من الصديقين، وإنما يروون عن رب العالمين كلامه. أجشي لكي كيف ذلك؟ يكفي أن نقف على باب العجز من ذلك، غادي نمشي حتى نوقفوا على الباب اللي نعجزوا فيه نزيدوا كما عجز الأوائل، لأن هذه الحدود هي حدود معاني الربوبية التي لا يستطيع أحد أن يقتحمه، حيث يعترضنا حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا تفكروا في الله وتفكروا في خلقه فإنكم لن تقدروه قدره. وما معنى قوله عليه الصلاة والسلام بل فكروا ولكن فكروا في خلقه أو تفكروا في خلقه؟ ماشي تفكروا في خلقه يعني كيف يخلق، لا، بل بالمعنى الإسمي وليس بالمعنى المصدري. الخلق هذه اللفظة فيها معنيان في اللغة، معنيان: معنى مصدري اللي هو عملية الخلق والسر ديالها، فهذا لا يستطيع أحد أن يتفكر فيه ولا أن يصل إليه. والمعنى الإسمي هو المخلوقات، إحنا والحجر والشجر والأنهار، الخلق الخليقة ديال مولانا كما في قوله عز وجل: هذا خلق الله، يعني هذه الخليقة ديال مولانا، هذو الناس والحجر والشجر والبحار والأنهار والحيوان، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. أما المعنى المصدري فهو المأخوذ من قوله عز وجل: أفمن يخلق كمن لا يخلق، أفمن يخلق يخلق خلقا يصنع صناعة، والصناعة بعض معاني الخلق، صنع الله الذي أتقن كل شيء سبحانه وتعالى بعض معنى الخلق، ومنه اشتق اسم الفاعل الاسم من اسماء الله الحسنى الخالق الذي لا يضارعه أحد ولا يشابهه أحد ولا يوازيه سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. يمكن أن نقف من ذلك على أمرين: الأول معنى الخلق من عدم، الثاني معنى الخلق من شيء، وكلاهما مما تتحير له العقول وتعجز عن الإحاطة به الأفهام
وإنما تضطرب المواجد وتوجل القلوب كلما اقتربت منه فتخضع وتخنع وتركع خضوعا لله الواحد القهار. فأما الخلق من عدم فلا يمكن للعقل أن يدركه، ما يستطع العقل ديالي ولا ديالك ولا ديال أي مخلوق يفهم ولا يتخيل، مجرد خيال. بالخيال حاول تخيل لا تستطيع. كيف يخلق رب العالمين شيء من لا شيء؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ صحيح. اسأل نفسك أنت، تأمل في راسك، أنت إنسان في زمان وفي مكان، لك وعي بالحياة وبنفسك وبما حولك، حس براسك، واعي بالوجود ديالك، عندك إدراك، عندك هموم، عندك آمال، عندك محاذير، عندك أطفال، عندك رغائب، عندك رهائب، عندك حياة، واحد الوعي كبير بالحياة، تحس بالحياة بزاف. والإنسان هذا طبعه يشعر بالحياة، ولذلك سمي حيوانا لأنه يشعر بالحياة بقوة. متى بدأ هذا الوعي فيك؟ سل نفسك فوقاش هذا الإحساس ديالك بالحياة بدأ؟ طيب تتذكر؟ لن تستطيع أن تتذكر، لأنه يبدأ منذ اللحظة الأولى من ميلادك أو ربما قبل ذلك لا ندري، وينتهي عند موتك ليبدأ في صورة أخرى. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. السؤال الأول قبل أن يكون هذا الوعي، أين كان أنت بالإحساس ديالك بالدنيا وبالحياة قبل ما يكون عندك هذا الإحساس؟ فين كان؟ شيء عجيب فعلا، سؤال على باب مسدود لا يستطيع العقل أن يدرك منه شيئا. أنت ابن فلان وفلانة، وأبوك ابن فلان وفلانة، إلى آخر آدم عليه السلام، وآدم خلق من تراب. طيب هل خلقه من تراب يعني أنه هو التراب؟ طبعا لا، تراب تراب، طين طين، وإنما الإنسان نفس. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، والبدن قلدة ديالك والجسد ديالك الكسدة ديالك بحال شي عكاز غير لابسه، أنت كتعكز به من اللي تساري منه تحطه وتمشي صافي. كنت قبل أن يكون البدن وستبقى بعد أن يفنى البدن. طيب ولكن كينونتك قبل كون البدن، يعني النفس ديالك اللي كانت قبل ما يكون البدن ديالها، هي أيضا واحد الوقت ما كانتش لأنها خلقت. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، لا بدن ولا نفس، وإنما خلق، خلقه رب العالمين. كيف؟ هنا كان وحلو لا تستطيع. كيف خلق النفس؟ طيب سل أولا وما النفس؟ شنو هي النفس بعد باش تعرف كيفاش تخلقت؟ هذا السؤال الذي لن تستطيع أن تجيب عليه ولا أجاب عنه أحد من العالمين، وهو سر من أسرار رب العالمين، من أسرار الخالق سبحانه وتعالى. شنو هي النفس؟ لا ندري. والعجيب هذا هو المشكل، أن النفس هي أنت وأنا، وما كنعرفوا شيء شنو هي النفس. أنت لا تدري من أنت، صيبة هذه عجيب. وفعلا لا أحد يدري من هو على الكمال والتدقيق. نفس، من نفس؟ لا ندري. أخلقت من شيء أم من لا شيء؟ لا ندري. وقبل كون هذه الأشياء جميعا أين كانت؟ كان الله عز وجل ولم يكن شيء، لا حجر ولا شجر، لا أرض ولا سماء، لا مجرات ولا كواكب ولا نجوم، لا جنة ولا نار، لا إنسان ولا شيطان ولا ملك. كان الله وحده ولم يزل سبحانه وتعالى. صعيب جدا، صعيب صعيب جدا أن تقترب من معنى الخلق، غير تقرب له شدك الخلعة. صحيح ويضطرب القلب ويحس الإنسان بأنه أعجز مخلوق في الكون، لأن الذي لا يدرك ما هو، ما بغيتش نقول من هو، ما هو، فلن يستطيع أن يدرك أبعاد ذلك ولا بخطوة. ما يمكن لك تقلب وتفتش وتبحث منين تخلقت حتى ترى بعد أنت أش أنت، أش أنت، ما أنت. فلذلك كان الخلق من أغرب أسرار الربوبية، وهو مفتاح، مفتاح التوحيد، توحيد الربوبية. لأنك حينما تدرك وتوقن بأنك مخلوق لله، بأنك مصنوع له سبحانه وتعالى، بأنه هو الذي قال لك كن بسره العجيب فكنت بسره العجيب، تدرك ذلك لا تستطيع أن تفكر ولا أن تتخيل أنك تستطيع أن تستمر لحظة واحدة، ولا لحظة واحدة، من دون أن تكون سائرا في طريق الله، ومن دون أن تكون مستجيبا لأمره ونهيه. فتوحيد الخالقية يقود لمن تدبره حقا
إلى توحيد الألوهية ويكون من العابدين. لأن محاولة إدراك هذه الأسرار يخلي الإنسان يشعر بالعجز، والشعور بالعجز إزاء رب العالمين هو التوحيد الذي سمي بتوحيد الألوهية. ولذلك قالت العرب كما هو في لسان العرب وفي غيره أله يا إله، أي تحير يتحير، ماشي بالمعنى ديال الدجاجين لا أبدا، ولكن بالمعنى الإسلامي الأصيل. فعلا القلوب تتحير والأفكار والعقول تحتار، تتحير حينما تريد أن تقترب من حقائق الكون العظمى في علاقتها بهذا المعنى الخلق والخالقية، تحير. ومن هذا المعنى أخذ وشوهه الجهال. أما أن يتحير الإنسان فشيء جميل ويدل على عمق في التوحيد. وجاءوا العوام في التاريخ وعوجوه، ما كانش واحد حمق كيضرب راسه بشي حديده كيقولوا كيتحير، هذا أحمق جاهل. وإنما الذي يتحير بالمعنى التوحيدي فهو الذي يتدبر ويتفكر، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. لأنه من اللي كيحس بالحيرة يشعر بالعجز وبالخوف وبالضعف، ما كيبقاش ديك الساعة طامع في الجنة، كيولي خايف من النار. ولذلك من تفكر استجار بالله من النار. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، بعد التفكر يصابون بالفزع، يقولون ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وكذلك التفكر كلما كان على منهج الكتاب والسنة كلما قاد صاحبه إلى حيرات تجعله إن كان من الصالحين فعلا أن يخضع ويخنع. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. التفكر يقود إلى الرهبة أكثر مما يقود إلى الرغبة. وحق الخالقية هو حقه عز وجل عليك أيها العبد من حيث خلقك، وإن تدبرت الخلق من شيء فهو أيضا إلى غرابة الأول وإلى سريته أقرب، بل هو منه لا يبعد عنه قيد أنملة. وذلك خلق الله آدم من تراب، ومثله إنما مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. شوف هذا الترتيب الإلهي كيفاش داير، يعني أن خلق الله آدم من تراب ليس هو الإنسان على الكمال، خلقه من تراب، ولكن تمام الخلق إنما كان من بعد ما قال له كن فيكون. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب، خلقه من تراب ثم تفيد الترتيب، قال له كن، أي كن إنسانا، كن آدم. من قبل راه كان غير طين، الآن يقول له كن آدم، هذا هو الخلق. كن لا تستطيع له تفسيرا، لا تستطيع ولا تخيلا ولا تصورا. فإذا صنعت وحاولت يكون خيالك خيالا، وتخيل جسم من طين واقف في 60 ذراع كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد خبرنا بأن آدم الطول دياله كان فيه 60 ذراع، يعني حوالي 30 متر ديال الطول، 60 ذراعا، 30 متر ديال الطول ديال الطوب، طين، عينان من طين، جمجمة من طين، دماغ من طين، قلب من طين، رية من طين، بطن من طين، أمعاء من طين، كل شيء من طين. ثم يقول له الرحمن كن. وفي لا وقت، لا وقت يعني ما كيبقاش يتسنى يبدا يتكون، يعني عاود خصو ما نعرف شحال من عام، فيكون. كن ف تفيد المباشرة التي لا تراخي فيها، ماشي بحال ثم، ثم فيها الوقت، لأن الله خلق آدم من طين كما ثبت في الحديث الصحيح، فبقي كذلك ما شاء الله أن يبقى، خلقه من طين وخلاه واحد المدة طين. ومن اللي جاء الوقت باش رب العزة يقول له كن آدم، لحظة واحدة ثم قال له كن فكان. كيف تحول الطين في رأسه من جمجمة طينية إلى عظم ولحم وشعر؟ سيدنا آدم ماشي قعد واحد المدة عاد كبر له شعره، ولا قعد واحد المدة عاد تعلم يتكلم، كان غير يصوت بأصوات الحيوانات كما زعم بعضه، مع الأسف يعني بعض أهل العلم يعني عبد الصبور شاهين الله يذكره بخير، زلة في كتاب دياله أبي آدم، العلماء كيقسمون غلط لجوج الأنواع، غلط
ديال الاجتهاد وزلة. سأعود إلى الكلام، ولكن هذه جبتها المناسبة. الغلط أو الخطأ فيه الأجر، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد. إلى غلط عنده أجر واحد، علاش؟ لأنه خدم بالأدلة، استعمل أدلة الكتاب والسنة والنظر الصحيح في الكتاب والسنة، القياس والحجاج والاستدلال، فكيعطي ربي تعالى أجر ديال الوجود دياله، ما كيضيعوش. ولكن الزلة قال العلماء لا أجر فيها، بل فيها إثم إلا أن يعفو الله. علاش؟ ما خدم شيء بالأدلة. وكذلك وقع علي عبد الصبور شاهين. ومزيان نقول هذا الكلام لأن سمعت أنه بعض الناس بدأوا يتأثروا بهذه الخرافة. زعم، والكتاب قرأته بالمناسبة من أوله إلى آخره فيه شطط في المنهج اللي خدم به، زعم أن آدم ليس هو أبا البشر، ولكن هو حتى هو عنده أبا أمه. قال لك كان خلق الله وعد الخليقة سميتها البشر، لا يتكلمون ولا يسمعون، وإنما يصوتون كالوحوش، يعوكوا بحال الدياب ولا يزأروا بحال السبوعة. فربي تعالى طلع منهم واحد، من بعد واحد المدة يعني بدأت الصنعة كتطور وكتزيان، تطلع له واحد مزيان هو آدم، عدل هو الإنسان. وهذا خراب في العقيدة من وجهين. أولا ينقض النصوص، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب، سياق واضح لا يحتاج إلى تأويل، ومن أوله كان زائغا ويستحق صاحبه التعزير. إن الصحابة على رأسه عمر بن الخطاب ثبت في الصحيح أن من أول ما لا يقبل التأويل عزره. جيت أول واحد حاجة قبل التأويل ويعاونك إن كنت من أهله، ولكن تأول واحد حاجة ما عندها ما التأول، العصا كالذي أول تجتنبه في الخمر ديرها على جنبك، خصو العصا، تأويل باطل. فمثل هذا يعني إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، السياق واضح قوي. يعني عيسى ما عندوش به، الناس بعقولهم لا يقبلون بعقولهم الضعيفة الناقصة أن يكون شخص من امرأة بلا أب. قال لهم رب العالمين كين ما كبر منه وما عجب منه، تعجبته في عيسى عنده أمه، ها هو آدم ما عنده لا أم ولا أب، خلقه من تراب. النص قطعي الدلالة، ومن زعم أن هذا النص يقبل شيئا من تأويل، مش غير تأويل، شيئا من تأويل، فلو كانت الشريعة على حقها تطبق في الناس لعزير فعلا. ثم بعد ذلك الأحاديث المتواترة، ماشي صحيحة، متواترة في معناها، معنى ديال الكل متواتر، في أن الله خلق آدم من طين، ولا أب له ولا أم. ومع الأسف ابتدأ كتابه بحديث باطل بالموضوع، ذكره صاحب إحياء علم الدين إمام الغزالي رحمه الله في الإحياء، وقال المعلق عليه مخرج الأحاديث العراقي لا أصل له، وهو قوله ينسبه إلى الله عز وجل في الحديث القدسي: كنت كنزا مخفيا فأردت أن أعرف فخلقت الكون. هذا باطل ما عنده أصل، بدأ الكتاب بدياله بهذا الحديث. وأحاديث البخاري، البخاري أحاديث البخاري قال فيها إسرائيليات، يعني الفوضى. يوم اللي أحاديث البخاري قلت فيها إسرائيليات، أحاديث الإحياء خصك تقول فيها ماشي غير إسرائيليات، خصك تقول فيها صهيونيات باللغة المعاصرة. مع الأسف من اللي كيتقلب المنهج بنادم صبي. وعبد الصبور شاهين رجل عالم، ردوا البال. أذكر هنا كلمة للشيخ الألباني رحمة الله عليه، والألباني رجل نص، وبعض الناس يتكلم بكلامه عن جهل ويستتر بغطائه ظلما وعدوانا. واحد المرة سئل، وهذا بسماعي من شريط من الأشرطة دياله، عن محمد الغزالي المصري، رجل من أهل العلم لكن فيه اعتزالية خفيفة، فيه شوية ديال كي يعطي القيمة للعقل أكثر من القياس، فأبطل بعض أحاديث البخاري وهو مخطئ في ذلك، ما كان نقف في هذا الشيء. فناض بعض الشباب في مجلس العلم عند الألباني كي ينتقد الغزالي انتقاد من يكفره أو يضله بإطلاق، وغضب الألباني رحمة الله عليه، قال لهم الغزالي كان يدعو إلى الإسلام لكنه لم يكن هكذا قال يدعو إلى الكتاب والسنة، لم يكن يدعو إلى الكتاب والسنة، لأن الدعوة إلى الكتاب والسنة الآن صارت مصطلح كدل على واحد المعنى خاص عند مواليه، عندهم واحد الاجتهاد معين هم اجتهدوا. لكن أنكر الألباني على هذاك الشاب باش انتقد محمد الغزالي أنه خارج عن الإسلام، قال بل يدعو إلى الإسلام، يدعو إلى الإسلام الغزالي، كل كتبه دعوة إلى الإسلام، ولعل الله عز وجل أن يبارك له في العلم الحق الكثير الذي قال به، وهو أغلب ما كتب، خيره أكثر من شره، ومن كان فضله أكثر من نقصه يرد نقصه إلى فضله، كما في القاعدة الجريحية المشهورة. وقال لهم الألباني رحمه الله
قول الله عز وجل قرأه وبهذا كبر في عيني. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وهذه مرة أخرى نقول هل صاحب السؤال يطرح علينا السؤال بداية الحصة، اعدلوا هو أقرب للتقوى. إلا قنطك صاحبك ماشي توصل به حتى تبدأ تسبو وتخرجوا خارج الدائرة، لا. ولا يجرمنكم يعني يجرمنكم يدخلك الجريمة بلا ما تصيق الخبر، يجعلك تجرم في حق صاحبك. شنآن قوم المدبزة بينك وبين صاحبك، انت كتكرهم الدبز معاه اعدل معاه، ما تظلموش، ما تخليش العداوة تجعلك ظالم. العداوة بوحدها والعدل بوحده. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، ردوا البال اعدلوا هو أقرب للتقوى. ولذلك إذا ذكرنا هذا الرجل فهو يعني عبد الصبور شاهين، فهو رجل صالح إن شاء الله نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا، ورجل من أهل العلم، لكن في هذا الكتاب زلة زلة، ماشي خطأ زلة، صعب عليه استوعب حقيقة الخلق. قلت قوله في ذلك زلة من جهتين، جهة اللي ذكرت خلف النصوص وناقض مع النصوص صريحة القطعية من الكتاب والسنة، وأيضا نسب إلى الله ما لا يجوز عقيدة. صعيب، هذه كبر منهم كاملين، ولكن قطعا هو لا يقصدها، ولكن وقع فيها رحمة الله عليه في الدنيا وفي الآخرة، ما زال حيا يرزق. شنو هي؟ من اللي تجي وتبدأ تقول بأن رب العالمين خلق واحد الخليقة بحال لحوش ودوزوا واحد المدة عاد نبغ فيهم سيدنا آدم، وجاب هذه الآية بالمناسبة، إن الله اصطفى آدم ونوحا، اصطفى زعما اختاروا، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. بينما السياق ديال الآية ماشي بمعنى الاصطفاء أي أنه اصطفاه من جنس، بل اصطفاه للرسالة، إن الله اصطفي من الملائكة رسلا، اصطفي أي اختار رسلا، هذا اصطفاء الرسالة، ومن الناس يصطفي يختار رسلا. والآية في الاصطفاء الرسالي مش الخلقي. إذا اعتقد هذا فمعناه أن رب العالمين يعني وحلة الخليقة سبحانه وتعالى، بحال بندم بغى يصنع طيارة، في الأول دار واحد الريش وطار من فوق الجبل وطاح ومات، كما ينسب إلى العباس بن فرناس اللي أول واحد بغى يطير بجناح وطاح وترس ومات، الثاني ترس ما ماتش، الثالث استطع يطير شوية وطاح وما ترس ما مات، الثالث بدأ يمشي بديك الطيارة القديمة اللي كتشاف في الأفلام الوثائقية، وهكذا بدأت كتطور حتى ولات الطائرة الضخمة المعاصرة. يعني في نهاية المطاف نظرية التطور ديال اليهودي داروين، هذا الشيء لاش وصل، وهو مطور هذاك عبد الصبور شاهين الله يذكره بخير، هو عرف بأن الناس غادي يتهموه بداروين، في البداية انتقدوا بداية الكتاب، قال هذه نظرية باطلة فاسدة، وفي الصلب ديال الكلام كله كيعاود الحكاية دياله بنفس المنهج، واخا ماشي بنفس الترتيب بنفس المنهج. فمعنى ذلك إذن أن رب العالمين خلق آدم على واحد الموديل سبحانه، هذا الإنسان هو الذي يصنع مصنوعاته كلها على نموذج ومثال سابق، هو الموديل. أي صناعة بشرية من أبسط الأشياء الميكانيكية إلى أعقد الأشياء الإلكترونية هي تقليد لنواميس الكون ولسنن الله في الحياة والنفس والمجتمع والكائنات، من الحشرات للنبات للأسماك للطيور، ينظرون إليها بدقة ويقلدون كيف تطير وكيف تحط ويصنع. هذا الإنسان اللي ضعيف ويصنع الصنعة الأولى عيانة ويعود يحسنها، دير قصيدة شوفوا علاش درت القصيدة هذه خاصها يزيدها لها، وهكذا يحسنون صناعتهم. أما رب العالمين فهو سبحانه وتعالى يخلق الحسن على غير مثال سابق، وسبحانه وتعالى أن يحتاج إلى تطوير صناعته، هذا خطير جدا، تخريب العقيدة. أنزه هذا الرجل من أن يقصد هذا، ماشي زعما نيتو يقول هذا الكلام، حاشا، رجل مجاهد وله سابقة في الدعوة وابتلاء، ولكن كلامه يؤول إلى هذا المعنى من حيث لا يقصد. أحباء مكاري، قلت علاش وقع عبد الصبور شاين هذا الشيء؟ لأنه مش كيدخل لواحد الموضع ماشي شغله، هو الخلق. كيفاش قلت بداية الكلام هذا يعني شيء تعجيز عن إدراكه الفهوم وتنقص عن الإحاطة به العقول، مستحيل. كيف يعني آدم طين، تخيل الدماغ واحد الكتلة، واحد الكمشة ديال الطين فوسط راسو كتحول إلى شعيرات دموية وخلايا دماغية ودقائق نخاعية ويجري الدم، كيف الطين يتحول إلى دم؟ كيف يقع أن يعني قطعتين من الطين على محاجره تتحولان إلى عينين تبرقان بالنور
وتدمعاني دمعا وترموشان. صعيب 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 على الخيال استحضر هذه الصورة على تمامها. غادي تخيل ولكن عمرك ما تخيل الكيف الأصلي والحقيقي، ما عمرك ما تدرك. وبهذه السرعة التي هي خارج الزمان قال له كن فيكون. صحيح، ذلك هو الخلق، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. ولذلك قال رب العالمين يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. ولذلك أيضا قلت قال يا أيها الناس، ما قالش يا أيها الذين آمنوا. وأشرت قبل إلى أن سورة البقرة التي منها هذه الآية سورة مدنية، والمدنيات الخطاب الغالب فيها يا أيها الذين آمنوا، ومع ذلك قال يا أيها الناس، لأن قضية الخلق قضية عامة في المسلم والكافر واليهودي والنصراني والمجوسي والذي لا دين له، كل شيء مخلوق. وقلت أيضا إن هذه الآية فيها من الترهيب أكثر مما فيها من الترغيب، لأنه ذكر الأصناف الثلاثة قبل، المتقين والكافرين والمنافقين، الأصناف الثلاثة التي ذكرت في أوائل البقرة، وقد بينا ما يسر الله من ذلك بدءا بقوله ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين إلى آخر صفاتهم، إلى قوله إن الذين كفروا سواء عليهم وأنذرتهم وأم لم تنذرهم لا يؤمنون، إلى آخر قوله ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا إلى آخر الآيات، أي فئة المنافقين. اجمع رب العالمين هذه الأصناف الثلاثة وشوف شيء الغريب وقدهم، ياك فرق بيناتهم، فرق بينهم وارتبهم مراتب، وجعل المؤمنين المتقين هم الناجين وأولئك هم المفلحون، وجعل الهلاك على غيره. وفي هذه الآية قدهم في قوله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم، سوى في الخطاب بين المتقين المؤمنين والكافرين والمنافقين، ماشي تسوية مآلية، يعني ماشي تسوية ديال المصير اللي غادي يوصلوا ليه، لا، فهذا كل واحد مضعورة فات سبق بيان المراتب، ولكن هذه تسوية في حق الله على الناس، يعني حق الله علينا كل شيء البشر مقدم فيه، ما هو واجب علي هو نفسه ما هو واجب على اليهودي وعلى النصراني وعلى المجوسي وعلى كل الناس، باش ما يجيب لك شبالك بلي راك درت شي حاجة كبيرة، أن صليت وصمت وزكيت، راك باقي مخاطب بحق الله، وحق الله عليك كبير. يا أيها الناس بحالك بحال الناس، حق الخالقية بحالك بحال الناس، دير داك الشيء اللي بغيت تدير، لا يزال حق الله عليك قائما إلى يوم القيامة، وهذا سر قوله عليه الصلاة والسلام لا أحد يدخل الجنة بعمله. قيل ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. حق الخالقية صعب صعب فعلا، لولا رحمة الله لهلك الناس أجمعون، كيف تشكر ربك على أن جعل لك هدبا ترموش به في بصرك غير هذه، كيف تشكر ربك؟ كاين شي واحد تنتفو ليه هدوبه واستطاع يركب هدوب أخرين؟ لا يستطيع، راه كيركبوا الأشياء الاصطناعية ومحنين، نعرف ذلك وقد شاهدناه وجربناه، اللي عنده درس اصطناعية بحالي راه محن، دير لها كي بغيت، زرعها، سير لعند أكبر الأطباء في العالم ديال الأدراس، إذا جاتك السخانة كتبرد هي، جاك البرد كتسخن هي، لست منك ولا هي منها، ليست من صنع الله. ولذلك خلق الله لا يعوض، ما كاينش بحال إطلاقا، الصناعة الربانية بوحدها صنع الله الذي أتقن كل شيء سبحانه وتعالى. حق الخالقية إذن هو مفتاح توحيد الربوبية كما ذكرت، ولا يغني المرأة أن يحفظ قواعد التوحيد وأصوله ويستظهرها دون أن يتذوق هذا المعنى ويقع في قلبه، لا يغني، يحفظ قداش ما بغى من مصنفات التوحيد والكتب ديال التوحيد إن لم يقع في قلبه توحيد الله عز وجل من باب الخالقية ليشعر بهذا العجز وبثقل هذا الحق على نفسه وعلى قلبه، وأنه مقيد به مستعبد به لله إلى يوم القيامة، فلا توحيد على الكمال له، لأن الرب عز وجل من حيث هو رب إنما كان ربا لأنه يملك، الرب هو المالك السيد، وإنما ملك عز وجل الكون ومن فيه لأنه خلقه وخلق من فيه، سر ملكه الكون أنه خلق الكون، وهذه الملكية الحقيقية والمالكية المحيطة الشاملة السابقة واللاحقة، فهو عز وجل خلق، وإذ خلق حق أن يملك ويهيمن،
فبداية الانطلاق إذن من الخلق، وهو متواتر في القرآن، يعني ينبغي الانتباه إليه لأنه كثير في القرآن. كلما أمر الله العباد بعبادته وأمر الناس بطاعته إلا جعل بينه وبين أمره حقيقة الخلق وحق الخالقية. ولله المثل الأعلى، ولا مشاحة في الأمثال. حينما تطلب بحق من حقوقك أنت في الأرض كبشر من شي واحد، كتبين له وجه الحق. لما الأب كيطلب حق الطاعة من الإبن دياله، كيقدم بين يديه حق الأبوة، أنا أبوك، سبب وجودك سبب. وإنما يطيع الأبناء آباءهم من حيث كونهم سبب وجوده، لولا هذا السبب ما كانت لهم عليهم طاعة. فكيف برب العالمين الذي خلقك وخلق آباءك وخلق الأسباب جميعا؟ رب الأسباب. حق الخالقية فعلا ثقيل ثقيل. ولا يكون المؤمن مطيعا إلا إذا أطاع الله بموجبه، أي بموجب حق الخالقية. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه، إلى آخر الآية. هل تعالى الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. الآيات قلت متواترة المعنى في أن حق الله على عباده بأمره إياهم بالعبادة هو من باب حق الخالقية. هذا مفتاح، مفتاح الطاعة ومفتاح الدعوة. اللي يبغى يوصل كلام رب العالمين للناس، هذا الباب، هذا المفتاح باش يدخل عليه. واللي يبغى يعبد الله على استقامة كيعبد ويقطع، يشد في هذه الخرصة ديال هذا الباب حق الخالقية. نهار يشعر بأنه ما بقاش ديال مولاه اللي خلقه ولا خليقة أخرى، الله يعونه يمشي ديك الساعة يعبد شي حاجة أخرى ولا ما يعبد حتى شي حاجة. أما ما دام أنه لا يستطيع فكاكا عن كونه مخلوقا، فإن حق الله الخالق يلزمه إلى يوم القيامة. ولذلك قال وما خلقت الجن والإنس. وما خلقت، أن عادة نستجذب الآية وكنخليه العبارة الأولى، والعبارة الأولى هي السر، هي المفتاح ديال الآية. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي غاية الخلق. وما الخلق؟ هو السر الأكبر، هو السر الأكبر من سر الربوبية. فبسر الخلق كنا عبادا، وكان حقا علينا عبادة من خلقنا. فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الشاكرين. اللهم اجعلنا من القائمين بحقك، اللهم اجعلنا من القائمين بحقك، اللهم اجعلنا من القائمين بحقك. اللهم ارزقنا عزائم الطاعة، وارزقنا عزائم المغفرة، وارزقنا عزائم التوبة. اللهم وفقنا وقونا على الطاعات والعبادات والصلوات والجماعات برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى كل من دعا بدعوته إلى يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.